تزخر النسخة 18 من ملتقى الشارقة الدولي للراوي بالعديد من الأنشطة والبرامج التي تناقش كتب وموسوعات الحكايات والكائنات الخرافية وعديد العروض لتجارب المشاركين في المجاراة الحكائية في المجتمع. ملتقى الراوي يعني كل عام يركز على جانب من جوانب السرد الشفهي والأدب الشعبي. العام الماضي تكلمنا عن السير والملاحم، قبلها تكلمنا عن جحا، وهذا العام نتكلم عن الحكايات الخرافية. الحكاية الخرافية لها مضامين عجيبة في الحقيقة، ولها عوالم أيضا عجيبة. الطفل الذي تربى على الحكايات الخرافية يكون له خيال واسع وفضاءات في التفكير. ويحل عدد من الرواة والحكواتيين والباحثين والمختصين في عالم التراث من مختلف بلدان العالم ضيوفا على الملتقى الذي يكرم الروائيين بمختلف اختصاصاتهم، حيث تم تكريم أكثر من 100 راو ورواية من الإمارات والوطن العربي والعالم خلال دوراته السابقة، الأمر الذي يؤكد على مكانة واهتمام الشارقة بالثقافة ودورها في احتضان الثقافة العربية والعالمية. أنا اليوم تشرفت وعاجز عن الشكر لهذا التكريم المتميز، والحمد لله أنا قطعت يعني بعمل تراثي متكامل بعنوان حزاوي أمي شيخة أحلام الطفولة. استغرق هذا العمل 10 سنوات من عمري ولتدوين الحكايات وتجميعها وصياغتها، والحمد لله يعني يكفي هذه اليوم. أنا نسيت تعبي كله، نسيت 10 سنوات. شعار هذه النسخة من ملتقى الشارقة الدولي للراوي يمثل الحكايات الخرافية التي تعتبر إحدى أهم محطات وعناوين التاريخ الشفهي ونتاج وجدان الشعوب وصيانة التقاليد، خاصة وأننا نجد في مثل تلك الحكايات كائن خرافي مخيف مهمته ردع كل من يتجاوز الحدود ويتجرأ على العادات والتقاليد المتبعة في تلك المجتمعات. عبدالله الزعبي، قناة الغد، إمارة الشارقة.